عبر الهاتف من جدة مع دكتور هشام مروة عضو اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني السوري. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور هشام. بعد تصريحات تغريدات اليوم، ماذا أضاف هذا لتوقعاتكم فيما يتعلق بالضربة، توقيتها، أهدافها، مدتها؟ مساء الخير لك والإخوة المشاهدين. أهلا وسهلا. الواقع يعني تصريحات وخصوصا تغريدة الرئيس الفرنسي تشير إلى توفر قناعة عند الجانب الفرنسي وبالتالي حلفاء فرنسا المتمثل في الأمريكان والإنجليز البريطانيين بأنه سيكون هناك إجراء ما ضد الأسد بسبب الهجوم الكيماوي، يعني أنهم تبينوا استخدام الأسد للأسلحة الكيماوية في دوما، وبالتالي هذا يجعلهم عند استحقاقاتهم التي أعربوا عنها. نعم. متى يكون ذلك؟ وكيف يكون ذلك؟ حقيقة هذا أمر لا يمكن التكهن به ولا يمكن توقعه، كما تعلمين هذه مسألة تخضع لاعتبارات عسكرية وتوقيتها وفاعليتها أيضا بعد اعتبارات. نعم، يعني كسيناريوهات عن ماذا نتحدث اليوم دكتور هشام؟ يعني مثلا كيف ستختلف هذه عن ضربة شعيرات؟ نيكي هيلي أكدت بأنه ستكون أكبر وأقوى. ضربة شعيرات كانت مباشرة، اللي كانت قبل عام، مباشرة بعد ضرب خان شيخون بالكيماوي من قبل النظام السوري. ما السيناريوهات على الأقل المطروحة هذه المرة؟ لنبدأ بالأهداف. يعني الواقع حسب ما تم رفضه من أخبار تأتي من هنا وهناك، بنك الأهداف الذي المتوقع أن يكون أو يستهدف من قبل الضربة فيما لو تحققت هو أولا وعلى درجة كبيرة هو يعني مراكز إعداد الأسلحة الكيماوية أو المراكز التي انطلقت منها هذه الأسلحة، هذا أمر على درجة عالية من الأهمية وأكثر توقعا. الشيء الثاني أن تكون هناك توجيه ضربات لجهات عسكرية مؤثرة ولقوى عسكرية مؤثرة بحيث أيضا تكون رسالة جادة لمنع النظام من تكرار هكذا ضربات. طيب، ستختلف الأولويات الأهداف وفق البلد. يعني فرنسا أصلا أعلنت، والهدف اللي ذكرته حضرتك، بأنه هي التي إذا ما شاركت وكانت هذه الضربة ستستهدف أماكن الكيماوي تابعة للأسد، لن يشمل هذا حلفاء الأسد أي مواقع تابعة لهم، إيران وروسيا. الواقع يعني ستتجنب الضربات، بالتأكيد توجيه الضربات إلى روسيا أو إلى المواقع الروسية، وكذلك قدر الإمكان تتجنب الآخرين من حلفاء الأسد، أقصد الفرنسيين إن كان المقصود الإيرانيين. أما بالنسبة للأمريكان فالإيرانيون نعم هم أهداف، هم تماما كما هم الأهداف الكيماوية أو عناصر النظام السوري. الأمريكان يعني لا يتورعون، بالعكس هم قصفوا ومستعدين لقصف أماكن يكون فيها إيرانيون. العبرة هي بتوجيه الضربات المؤثرة التي برأيهم تكون درسا كما جاء على تعبير ترامب درسا باهظا باهظ الثمن للأسد ونظامه. سيناريو المطارات إلى أي درجة مطروح؟ سيناريو المطارات يكون يعني بقدر ما يكون مؤثر، يعني قد يكون المطارات التي هي قريبة من دوما والتي استخدمت باستخدام الكيماوي أو الأسلحة الكيماوية والمطارات القادرة على توجيه ضربات بهذه الصورة، لكن المستهدف الرئيسي بده يكون فعلا الاماكن القريبه لاماكن تجمع وصناعه الاسلحه الكيماويه. انا اشكرك جزيلا من جده، كنت معنا دكتور هشام مروة عضو اللجنه القانونيه في الائتلاف الوطني السوري، شكرا.